السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج اسمه اوبن بيم كوفيد 19 من شركة سايت. البرنامج عبارة عن ايه؟ ان هو بيدرس هل لو احنا التصميم بتاعنا هل هيبقى فيه انتقال للعدوى ولا لا، بحيث ان مثلا الكراسي قريبة من بعض فممكن نقول لا الكرسي ده نتجنبه، بحيث ان احنا نقلل العدوى، لا محتاجين ان احنا نقلل الناس نقلل الكراسي زي ما احنا عايزين. وفي عناصر كتيرة جدا نقدر نحطها زي مثلا زي الماسكات زي الجلافز وهكذا. طيب ممكن نقول مثلا بيرسون واضيف مثلا مان وومن واقف قاعد زي ما انت عايز، في ماسك في كذا في كذا. تقدر تضيفه هنا، هو بيضيف زي هالة قريبة منه تمام. وبعد كده تقدر انت خليه يلف روتيت زي ما انت عايز. طيب بعد كده بتقول له اناليسيس فيبدا يدينا النقاط للناس اللي عندها مشاكل، وتقدر تقول له وريني الناس اللي فيها مشاكل. فلو هم مثلا قاعدين على الكراسي نبدا نقول لهم نبعد الناس عن بعض عشان ما يحصلش انتقال للعدوى. يعني ممكن الشخص ده مثلا نبدا نقول له ايه، لا ده احنا عايزين نعمل له موف مثلا. وهكذا بحيث ان احنا نقلل الانتقال الفيروسات، نعمل تباعد اجتماعي بينهم.